كل حاجه، بس هو مش قادر ان هو يضخ الدم، في حاجه عامله له اوبستراكشن. اول حاجه ديستريبيوتيف بقى، قلنا دي النوع اللي هيحصل فيه فازو دايلاتيشن، فهتقل السيستميك فاسكولار ريزيستنت، فهنا بيحصل بروفاند ديكريس السيستميك فاسكولار تون. زي ايه؟ لما يحصل فيه سيبسس بيطلع حاجات سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم، بيطلع مواد بتعمل لي سيفير فازو دايلاتيشن في السيركيوليشن، دي في حالات الايه السيبتك. طيب في حالات الانافلاكسس، الانافلاكسس دي واحد مثلا اخذ مثلا دواء زي مثلا كان مشهور قوي زمان اللي هو كنا بنستخدم البنسلين، لكن البنسلين دوت مجرد بس المريض ياخده على طول بيروح واقع على طول، لو ما تلحقش بسرعه طبعا هو بيحصل بيحصل سيفير فازو دايلتيشن في السيركيوليشن، هايبوتنشن وشوك. طيب في بعض انواع الاكلات مثلا زي اللي هي الايه الشيلفش اللي هي القشريات اللي هي الحاجات اللي هي انواع المحار والجمبري، في ناس عندهم حساسيه منه يعني. في بعض الادويه قلنا زي البنسلين، وبعض الادويه طبعا احنا دلوقتي مشهور عرفنا فيه زي السيفوتاكس، دلوقتي في نازل منه نوع في السوله مضروب بيعمل سيفير الرجي، يعني احنا سمعنا عن كذا حاله توفت حتى في المستشفى عندنا بسبب ايه سيفير الرجي خلاص. طيب عندنا حتى قرص النحل نفسه في بعض المرضى او بعض الناس بيعمل لهم الرجي، انه يعني بيعمل سيفير فازو ايه الالرجنت اللي بيطلع. عندنا برضه البنكرياتايتس بتديني نوع من انواع السيبسيس، بتعمل سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم، وبالتالي بيحصل فيها برضه فازو دايلاتيشن. طيب نيوروجينيك، نيوروجينيك عندنا في مثلا حصل انجري موجود في البرين او في السباينال كورد، فبيعمل لي مشكله عندي في البرين ستيم، فبيحصل اللي احنا انتوا عارفين الفازو موتور سنتر عندنا موجود في البرين ستيم، وبالتالي هيتاثر عندنا فيحصل فازو دايلاتيشن. ساعات في بعض الامراض زي الادسونيان، الادسون طبعا مش هو نفس الادسون، يعني لو دخل في ادسونيان كرايسيس، تعرفين الادسونيان كرايسيس يعني اكيوت ادرينال فيليور، ده واحد مثلا ما كانش يعرف ان عنده ادسون اصلا مش بياخد علاج، او واحد كان عنده ادسون ودخل مثلا في كرايسيس نتيجه للستريس او نتيجه للانفكشن او ان هو قطع العلاج. وفي برضه المكسديما، هي مش طبعا مش المكسديما، لا لو دخل في مكسديما كوما، لو دخل في كوما سيفير هايبوثايروديزم مثلا، واحد ما كانش يعرف برضو انه عنده هايبوثايروديزم، وواحد كان عنده هايبوثايروديزم وتعرض لستريس مثلا، تعرض لسيفير انفكشن او وقف العلاج، كل الحاجات دي بتدخله في مكسديما كوما، فبيحصل فازو دايليتيشن، بيحصل سيفير هايبوتنشن. طيب الكارديوجينيك شوك دي اسبابها، الاول ممكن يحصل اكيوت كورونري سندروم، واحد جاله ايه ام اي او انواع من الاريزميا مثلا زي الفنتريكولار مثلا تيكي كارديا او فنتريكولار فايبريليشن، الكونجكتيف هارت فيلير، حصل فيه مشكله عندنا في الفالفس بتاع الهارت مثلا، حصل سيفير اورتيك انسفيشنسي، اورتيك ديسكشن، سيفير اورتيك ستينوزيس، اكيوت في اس دي، او في انواع من الاريزميا او دراج توكسيستي، حصل مايوكارديتس، مايوكارديال كونتيوجن، خلاص كل الحاجات دي بتعمل بامب فيليور، يبقى عندي الهارت نفسه مش قادر ان هو يضخ الدم خلاص، فحصل اكيوت هارت فيليور فبيديني كارديوجينيك شوك. الصوت كده مسموع يا دكاتره فاهمين؟ تمام يا دكتور ماشي. طيب اوبستراكتيف شوك، عندنا في اوبستراكتيف شوك ممكن تحصل نتيجه البريكارديال تامونات، طبعا عارفين البريكارديال تامونات بيحصل ان في بيتجمع فلويد كتير كميته كبيره قوي حوالين الهارت، الهارت نفسه يعني مش قادر ان هو يشتغل لان في تقل عليه او في حاجه ضغط عليه، دي الكاردياك بيريكارديال تامبونات. ماسيف بالمونري امبوليزم، انتوا عارفين طبعا لما يكون ماسيف بالمونري امبوليزم ما يجي القلب عندنا البالمونري ارتري يجي عندنا يضخ الدم، طبعا هو مش قادر ان هو لان في اوبستراكشن، وبالتالي يحصل اكيوميوليشن للايه للدم في الرايت سايد بتاع الهارت، وبالتالي يحصل ايه رايت سايد هارت فيلير، ويدينا علامات رايت سايد هارت فيلير. طيب التنشن نيموثوركس دي عباره عن الهواء بيتجمع حوالين الايه حوالين الرئه وبيعمل عليها ايه ضغط، طبعا دي مش اي نيموثوركس، لان النيموثوركس ايه في منها درجات، يعني احنا بنتكلم على التنشن، على التنشن اللي هو النوع بيبقى عنيف خلاص. طيب الهايبوفوليميك شوك، اي واحد فقد دم، بس لازم طبعا يكون كميه كبيره من الدم اتفقدت عشان تعمل لي هايبوفوليميا يا هايبوفوليميك شوك. عندي مثلا في سيفير هيموريدج، عندي جي اي تيروس، لو كان واحد عنده جاسترو انترايتس، واحد عمال عنده سيفير فوميتنج، سيفير دايريا، البرن طبعا مش البرن اللي هو البسيط، لا البرن اللي هو بيكون شديد سيفير برن، ان هو بيفقد، انتوا عارفين البرن دي بتعمل فيه سوائل بتتكون اللي هي بتكون البولي والحاجات دي، فبتفقد كميات كبيره جدا من الايه من السوائل بتاعه الجسم، فاللي هو السيفير بيرن اللي هي الدرجه العنيفه. عندي فيه البوليوريا، طبعا البوليوريا دي ممكن تحصل واحد عنده دايبيتيك كيتاستوزيس،
طبعا، او دايبيتس انسيبيدس بيجيب بوليوريا بكميات كبيره وبالتالي بيخش في هايبوفوليميا. طيب اللي هي الصوره اللي على اليمين هنا برضه هو نفس الكلام، انا عندي هنا هايبوفوليميك شوك، طبعا بيعمل دي هايدريشن، لما يكون في هايبوفوليميا المريض بيخش في دي هايدريشن، في عندنا ممكن يكون سبب انتراكتابل فوميتنج او سيجنيفيكانت او دايريه عنيفه مثلا او جي اي تي بليدنج، ودي مشهوره قوي لما تشوفوها اللي هيروح منكم يشتغل في الهيماتيمسيس اللي هي وحده القيء الدموي. طبعا في مريض بيجي بهيماتيمسيس او يجي بميلينا بتلاقوه عمال ينزف ينزف بكميات عنيفه جدا، وبيخش هتلاقي بدا ايه ضغطه ينزل وبدا يحصل ايه سيفير تاكي كارديا، ده هايبوفوليميا. فلازم بسرعه بسرعه لازم اركب له كانالات، المفروض هو يجي من الاستقبال اصلا مركب كانولا قبل ما يخش الاي سي يو، سواء دخل في هايبوفوليميا او لسه في المرحله الاولى من البليدنج. اي مريض بيجي بنزيف من اي مكان لازم اركب له كان اتنين كانولا على طول، عشان لو دخل في سيفير بليدنج هيخش في سيفير هايبوتنشن، مش هلاقي له فينز اركب له، الفينز بتاعته هتبقى كولابسد ومش هعرف ايه اركب له كانولات. خلاص طيب الايه بقى اللي هي الفيتشرز او الكلينيكال بيكتشر بتاعت الشوك. اول حاجه طبعا هايبوتنشن، احنا عارفين النورمال بلاد بريشر المفروض ان هو ما يقلش عن 90 60، هلاقي ان البلاد بريشر بتاعه قل عن 90 60. تاني حاجه بيحصل، انتوا عارفين اللي هو فيه ريفلكس من هايبوتنشن يحصل ريفلكس تاكي كارديا، والتاكي كارديا عندنا المفروض الهارت ريت ما يزيدش عن 100، هو عنده تاكي كارديا يبقى اعلى من 100 بير مينت. طيب في كولد او ورم اكستريم حسب نوع الشوك، يعني ممكن الاقي ايده ايه ساقعه او ايده ايه دافيه حسب نوع الشوك، احنا هنشرحهم بالتفصيل يعني. طيب عنده تاكيبنيا، تاكيبنيا يعني ايه؟ رابيد شالو ريسبيريشن. طيب دراوزي، طبعا بيبقى دراوزي لان الدم اللي وصل عندنا للايه للمخ بيبقى قليل، وبالتالي عندنا في دراوزنس وفي كونفيوجن وتلاقي البيشنت اريتابل قوي. طبعا عندنا في البلد اللي واصل للكدني مش كتير، وبالتالي هيحصل اولوجوريا، اولوجوريا عندي اليورين اوت بوت هيقل عن 20 مللي بير اور. طيب طبعا في بالور وريستلسنس، وعندنا هتلاقي الكونسنتريشن بتاعه ضعيف، يعني هو التركيز بتاع المريض نفسه بيبقى ضعيف، هتلاقيه عنده هيدك. طيب لو انا جيت شفت عندي السي في بي، السي في بي حسب نوع الشوك برضو، احنا عندنا السي في بي دي عندنا لما انتوا تيجوا ان شاء الله تخشوا الاي سي يو هتلاقوا في المرضى بنركب لهم حاجه اسمها سي في بي، دي بيبقى عن انبوبه رفيعه خالص جدا بنروح حاطينها في الجاجولار فين، خلاص اللي هو الانترنال جاجولار، خلاص بندخلها وبندننا الخرطوم بتاعها رفيع جدا بيوصل لحد عندنا الايه الرايت اتريوم. خلاص طبعا دي بتبقى لها ثلاث فتحات كده، بتبقى لها ثلاث خراطيم او فتحات صغيره، احنا بنقيس منها حاجه اسمها السنترال فينوس بريجر. طبعا حسب نوع الشوك هيبتدي ايه يتاثر، طبعا هو بيقل جدا في حاله الهايبوفوليميك شوك. خلاص في الكارديوجينيك شوك بلاقيه ان هو عالي، في كونجكتيف هارت فيلير بلاقي ان السي في بي عالي. خلاص طبعا المريض لان الدم مش واصل كويس للتعريف الشوك، قلنا في الاول ان هو بيحصل ان الدم في مش واصل او البيفيوجن بتاع الاورجنز عندنا بيبقى ضعيف، وبالتالي بيحصل مالتي اورجن فيلير. طيب ايه هي المانيفستيشن بتاع الشوك؟ هو ماسكها بقى نوع نوع، يعني اول حاجه الهايبوفوليميك شوك احنا قلنا انا ديكوت برفيوجن للتشو، وبالتالي اول حاجه هبص على السكين بتاع المريض هلاقيه بيل وهلاقيه كولد. سلو كابيلاري ريفيلنج، انتوا عارفين الكابيلاري ريفيلنج المفروض ان انا لو جبت عند التب بتاع الفينجر بتاع اي حد ورحت عامله هتك على التب بتاع الفينجر خلاص بصباعي لحد ما الايه ما التب دي تبيض، يعني ما فيش دم واصل لها، يعني هاجي عند صباع المريض واتك جامد بصباعي لحد ما الصابع بتاعه يبيض من فوق من عند التب بتاع الفينجر واشيل ايدي، مفروض ثانيه او ثانيه يرجع اللون تاني زي ما هو بتاع الجلد. خلاص طيب ديليد، لو حصل ديليد كابيلاري معناها ان الايه الدم مش واصل كويس او البرفيوجن مش كويس، خلاص بنسميها ايه لينج. طيب احنا قلنا الكدني الدم مش واصل لها كويس وبالتالي ممكن يخش في ايه يحصل اولوجوريا او انوريا، يا اولوجوريا يعني اليورين بيقل، انوريا ما فيش يورين خالص. صوت يا دكتوره فاصل. طيب البرين بيحصل معلش يا دكتور بتقول ايه؟ صوت حضرتك فاصل. الصوت فاصل؟ كان فاصل. طيب فصل من اول فين ونعيد؟
هو تقريبا من اول الكدني يعني، هو حضرتك جيتي تتكلمي على الكدني اه من ف اول اولوجوريا يعني. اه ايوه طيب الكدني اللي هي الاولوجوريا، اول حاجه الاولوجوريا معناها ديكريز اليورين اوتبوت. هي ليه الكدني بتتاثر؟ لان انا عندي حصل هايبوفوليميا، فالدم اللي واصل للكدني بقى ضعيف. فانتوا لما تيجوا ان شاء الله تشوفوا في لو دخلتوا الاي سي يو هتلاقي عندكم حالات الشك كلها، تيجي تقيسوا نسبه الكرياتين او وظايف الكلى، تلاقي وظايف الكلى بدات تعلى، وفي ناس منهم اوريدي بيخشوا في رينال فيلير. خلاص طبعا هو لما بتصلح له الشك بيبتدي يتحسن تاني والكلى بترجع تشتغل تاني، يعني لو صلحت له بسرعه يعني. خلاص فالكدني اول حاجه من علامات اللي هي الكدني شوت داون يحصل اولوجوريا. اولوجوريا دي يعني اليورين بيقل. طب انوريا، انوريا ده هو بتحط له بنحط لهم القسطره ما بينزلش بول خالص يعني. يعني هو حصل انوريا خلاص ماشي. طيب البرين، البرين بيحصل كونفيوجن، تلاقي المريض كونفيوزد ومفيش مش قادر يركز، يعني تلاقي تركيزه ضعيف جدا يعني. الجاجولار فين، احنا قلنا الجاجولار فين بيبقى فليت. انت عندكم الجاجولار فين بيبقى كونجستد في بعض الحالات، زي مثلا لو كان كونجستد هارت فيلير وهي اللي عامله بتاع الشوك فتلاقيه كونجستد، لكن في الهايبوفوليميك شوك انا هلاقيه فلات او كولابسد خلاص. وهتلاقي السي في بي، لو جيت اقيس السي في بي هلاقي السي في بي بتاعته ساعات بتوصل لزيرو، يعني بلاقيش السي في بي، بلاقيها ضعيفه جدا ممكن توصل لزيرو. عندي السمباثاتيك تون بيبقى عالي، فبيحصل احنا قلنا في ريفلكس تاكي كارديان، بيحصل هايبوتنشن بيحصل ريفلكس تاكي كارديان. احنا المرضى بتوع النزيف انا بحط ايدي على البلس بلاقي بنسميه 3 دي بلس، يعني بتلاقي ان هو تاكي كارديا عنيفه عنيفه، انا مش قادره اصلا يعني هو ضعيف وكمان تحت ايدي مش قادره اعده من كتر السرعه بتاعته، انا مش قادره اعده. يبقى هو بيبقى ويك ورابد بالس تاكي كارديا. طبعا الفوليوم بتاعه لو بالس فوليوم بحسه بالعافيه يعني. دي في السيفير ايه، في السيفير هايبوفوليميا. طيب وسويتنج، بتلاقي في سويتنج. طيب ممكن يخش المريض في ايه، في ميتابوليك استوزيس، هيحصل يبتدي يحصل ايه اسيد بيس ديستربنس ميتابوليك استوزيس. طيب نيجي بقى اللي هو الكارديوجينيك شوك. احنا قلنا طبعا اسبابها، ومن اشهر اسبابها طبعا المريض يخش في ايه، في اللي هو اللي هي الام اي تمام، او في عندي في اريزميا فنتريكولار تاكي كارديا فنتريكولار فايبريليشن، عندنا يحصل اكيوت اورتيك ديسكشن اورتيك ريجيرج ميترال ريجيرج، يعني في حاجات ايه بتبقى مشهوره يعني. طيب ايه علامات الهارت فيلير؟ طبعا عندي لو هو حصل مثلا زي مثلا بالمونري امبوليزم وحصل اكيوت رايت سايد هارت فيلير بتدينا علامات الكونجيشن، اللي هو كونجستيف هارت فيلير. كونجستيف هارت فيلير اول حاجه ببص على النيك فين بلاقي فيه كونجيشن في النيك فين، الجاجولار فين هلاقيه ديستندد. طيب الجالو بريزم دي من علامات الهارت فيلير، ان انا اسمع جالو بريزم اس 3 واس 4. لما بسمع اللنج بتاع المريض في حاله الليفت فينتريكولار فيلير، لو في ليفت فينتريكولار فيلير ممكن ابص عندنا همسك السماعه واحطها على البيز بتاعه اللنج هسمع فاين بيزل كريبيتيشن، يبقى في فاين بيزل كريبيتيشن. لو الدنيا عنيفه قوي دخل بقى في سيفير هارت فيلير مش بسمع بيزل كريبيتيشن بس، انا بسمعه بالمونر اديما، يعني عمال الصدر بتاعه بيبقلل ممكن من غير سماعه حتى بسمع المريض البقلاله في صدره زي ما يكون صوت الجوز، هو صوت الجوزه كده بسمع البقلاله دي دخل في ايه، في بالمونري اديما. بتبقى ايه، بتبقى عنيفه جدا ولازم الحق المريض بسرعه جدا. خلاص طيب، طب لو كان اورتيك ديسكشن دكتور ايه سيفير هايبرتنشن فممكن يدخل في مشكله. نعم البيزل كريبيتيشن ده دكتور بسبب الكونديشن برضو اللي في الرئه، هو بسبب الكونجيشن بس بتحصل مش في بتحصل مع الليفت فنتريكولار فيلير. باجي عند البيز بتاعه اللنج واحط السماعه بسمع فاين بيزل كريبيتيشن. فاين بيزل انت عارف لو جبت مثلا خصله من شعرك كده وحطيتها جنب ودنك وقعدت يعني تحك فيها هتسمع صوت ضعيف جدا، هي دي صوت الفاين بيزل كريبتيشن. لو كان بقى القصه عنيفه عنيفه والكونجيشن عنيف بيخش في المرحله اللي بعدها اللي هي البلمونر ايديما. بلمونر ايديما بسمع الكريبتيشن بتكون كورس كريبتيشن بسمعها كأن صوت الجوزه بالظبط ومن غير سماعه، هو المريض عندك عمال صدره عمال يبقلل يعني. دي اللي هي الايه العنيفه بتاع البلمونر ايديما، وبعديها بيخش في ساينوزس ولو سبته يخش في ريسبيراتوري فيلير.
فعشان كده ده ملحقه بسرعة بندي دايوريتكس بسرعة وبندي وبنحط أكسجين طبعا بنطور في العلاج بعد كده يعني، بس أنا لازم ألحقه بسرعة جدا يعني. خلاص يا دكتور كده؟ تمام يا دكتور، تمام يا دكتور. طيب بعد كده اللي هي الاورتيك ديسكشن. اورتيك ديسكشن قلنا ان الدم في حالات اللي هي ممكن الدم نفسه بيدخل بين طبقات اللي هي الاورتيك ارتري، وبالتالي بيحصل حاجه. فعندنا بلاقي عندنا في اسيمتريكال في البلس، يعني انا لو جت مثلا في الايه في الاسندنج اورتا او القرش عندنا في اسيمتري، احط ايدي مثلا على الايه، انتوا عارفين طبعا السبكليفين ارتري بيطلع عندنا من الايه من الاورتا، فهاجي احط ايدي على البلس عندنا على الراديال بلس يمين وشمال هلاقي في اسيمتري. خلاص طبعا لو جه في الابدومنا الاورتا بيعمل طبعا هنا الفيلير عندنا في ايه، يعني هي قصته كبيره طبعا اورتيك ديسكشن زي ما خدتوه قبل كده يعني. طيب اللي هي الكاردياك تامبونات، قلنا الكاردياك تامبونات بيبقى فيه فلويد كتير جدا حوالين الهارت، فبيعوق الايه، بيعوق الايه الفانكشن بتاعه الهارت. طيب يبقى عندنا في هاجي احط السماعه على الهارت بفي ديستنت ساوند، لان في مسافه كبيره ما بين الهارت وما بين الايه الشيست، وبالتالي الفلويد ده عامل لي اعاقه انا مش سمع الهارت ساوند كويس، في ديستنت هارت ساوند. في حاجه اسمها بلس بارادوكس، المفروض ان انا عندي اثناء الريسبيريشن عندنا بيزيد، اثناء الانسبيريشن بيزيد الايه البلد في الان، يجي ياخد نفسه تلاقي الجوجلر فينس بريشر بدا ايه بدا يعلى، دي من علامات الكارديو تامبونات. طبعا احنا بنايه بن صوت حضرتك يا دكتور مقطع شوية من أول كلمة بارسس بارادوكسي كده، يعني ما مش عارفين نسمع. عندي بارسس بارادوكسي قصدي أنا عندي مفروض إنه هو أثناء الإنسبيريشن ستوريك بريشر بيعلى. طيب البارسس بارادوكسيكس دي اللي بتحصل مع الكاردياك تامبونات، اما اجي اقيس البلاد بريشر سيستوليك بلاد بريشر اثناء الانسبيريشن هلاقيه قل بمقدار 10 ملم ميركوري او اكتر كمان، دي من علامات الكاردياك تامبونات. طيب في حاجه تانية، ان انا لما باجي احط السماعه على الهارت بسمع ديستنت هارت ساوند، ليه؟ لان القلب بعد عن الشيست، انا عندي في طبقه من السوائل حواليه، طبقه السائل حواليه دي خلتني اسمع الهارت ساوند ضعيف جدا يعني سامعاه بالعافيه. طيب في حاجه اسمها الكوزمو اجي اشوف الجاجولار فينس او بيحصل كونجيشن في النيك فين مع الانسبيريشن، يعني ابص على النيك فين على الجاجولار الاقي حصل له كونجيشن او زاد الجاجولار فينس بريشر عندنا مع الايه مع الانسبيريشن، دي اسمها الكوزمو سايت. طبعا احنا لازم بنعمل الايكو للمرضى بتوع دول، بنعمل لهم الايكو وبندخل دكاتره القلب طبعا في الايكو، هو بيقيس الفلويد اللي حوالين الهارت اللي هم بيقيسوه بالايه بالطرق بتاعتهم بتاعه الايكو يعني. تمام. طيب في حاجه اسمها اوبستراكتيف شوك، انا عندي في زي ماسف بالمونري امبوليزم برضو عندنا دي بتحصل، احنا قلنا لما بيحصل ماسف بالمونري امبوليزم بيحصل عندنا ان الدم عندنا في البالمونري ارتري هو مش عارف يعدي، وبالتالي يحصل له اكيوميوليشن في الرايت سايد بتاعه الهارت، وبالتالي بعد كده يحصل ايه، يحصل رايت فينتريكولار رايت اتريال فيلير، فيحصل رايت سايد اوف ذا هارت هيحصل فيهم فيلير. علامات الرايت سايد هارت فيلير ان بيحصل ايه، بيحصل عندنا اللي هي السيستميك كونجيشن، غير الليفت اللي احنا قلناها قبل كده بيحصل بالمونري كونجيشن، لا ده بيحصل السيستميك كونجيشن. السيستميك كونجيشن ده ايه، اول حاجه احط ايدي على رجل المريض عشان اشوف الإديمة. الإديمة دي احنا بنفحصها ازاي، بنيجي اول حاجه من عند الايه الميديال ماليولس وبضغط عليها، بضغط قد ايه، بضغط من نص لدقيقة. طبعا في مرضى اللي عندهم سيفير إديمة أول ما بحط إيدي مش محتاج أصلا ثواني، أول ما بحط إيدي إيدي بتغرز على طول. طيب افرض ما لقيتش يعني ما غرزتش في الأول، لا أدني من نص لدقيقة خلاص، وبقارن الرجل اليمين بالشمال. طيب بعد ما باجي عند الميديال ماليولس بطلع على مين، على الدورزم، بضغط على الدورزم. طيب بعد الدورزم لقيت لسه في ستيل إديمة، هطلع على الشفت بتاع التيبيا خلاص، بعد كده هطلع على الصاي، الصاي بعمل لها بنشنج. طيب بطلع على الابدومنال وول لو فيها اديمه
بلاقيها بودو اورنج، يعني شكل زي قشره البرتقانه كده، كأن الجلد بتاعها متغرز. طيب وبعمل لها بنشنج برضه عشان افحص الاديمه. طب افرض واحد قاعد على طول في السرير بيد ريدن، بدور على الاديمه في المنطقه بتاع السكرم، خلاص يبقى هاش هفحص اللي هو الليمب اديمه خلاص. بعد كده عندنا الليفر بيبقى كونجستد وبيبقى انرجد، عشان كده لما بحط ايدي وافحص الليفر بلاقي الليفر انرجد وبلاقيه تندر. تندر ليه؟ لان هو بيبقى فيه كونجيشن. هطلع فوق بتاع الكونجيشن وصل لفوق، فهلاقي فيه كونجستد نيك فين خلاص وبرومننت اي ويف. طبعا بنسمع ايه الاس 3 جالوب، بسمعها على الطريقه دي. ساعات لما بتكون الامور عنيفه قوي بيبتدي يحصل هايبوكسيا والمريض بيخش في سيانوزس. تالت حاجه عندنا من الاوبستراكتيف شوك ان هي التنشن نيموثوركس. طبعا انتوا عارفين النيموثوركس درجات اعنافها، طبعا التنشن الهواء بيخش ومش عارف يخرج، يعني هو بيخش فين؟ في البلورال كافيتي. طبعا عندكم الصوره اللي هي موجوده دي بيبقى جيت بلاك، يعني جيت بلاك شايفين اللي هو الشيست عندنا حوالين اللنج فيه كميه كبيره عندنا من الهواء، فهتلاقي جيت بلاك. يعني ايه جيت بلاك؟ يعني عندي مجا، احنا عندنا في اللي هي الرئه اللي هي بتبقى سليمه بيكون فيه اللي هو الهواء الاسود دون، بيكون فيه زي خطوط رفيعه بيضه كده اللي بنسميها البرونكو فاسكولار ماركينجز. لا انا عندي في جيت بلاك انا مش شايفه خالص الخطوط الرفيعه، هي جيت بلاك لان الهواء يعني كميته كبيره خلاص وبيضغط على الرئه وبيعمل لها لونج كولابس. هو طبعا التنشن نيموثوركس ممكن يجي يونيلاترال او ممكن يجي بايلاترال. المريض طبعا مش قادر ياخد نفسه وبيحصل لونج كولابس وبالتالي بيحصل ساينوزس. طيب اللنج ساوند لا اما بتكون ضعيفه لا اما بتكون ابسنت على الافكتد سايت. طبعا بيحصل ضغط على الجاجولار فين، جاجولار فينس ديستنشن، وساعات لما بتكون عنيفه جدا بتعمل ترقيه ديفيشن بتعملها للاوبزيت سايت. طبعا انتوا عارفين الترقيه الشيفت او الديفيشن نعملها للاوبزيت سايت. طبعا احنا بنستعين في الحاله دي بالدكاتره بتوع اللي هم الكارديو ثوراسيك، بيجي بسرعه بيروح ايه بيقول في فيها انبوب على ايه دي بيوصلها عندنا باللي هي البوتل بتاعته خلاص وبيبتدي يخرج الهواء ده بسرعه، لان هو المريض ده لو سيبته يخش في ريسبيراتوري فيلير وخاصه لو كان بايلاتيك بتوع الكارديو ثوراسيك. بعد كده بقى اللي هي ديستريبيوتيف شوك، احنا قلنا منها زي نوع اسمه انافلاكسس. انافلاكسس ده هتشوفوه كتير جدا في حياتكم العمليه. واحد خد مثلا ابره عنده حساسيه من ضرب معين، واحد اكل اكله مثلا عنده مثلا ايه من الجمبري مثلا عنده حساسيه، في ناس عندها حساسيه من الفراوله. يعني في انواع من الاكلات حتى لما احنا بنيجي للاطفال اللي هم لسه 6 شهور ولا سنه، عشان كده هم بينصحوهم لما بييجوا يدخلوا اكل بيدخل مثلا وجبه واحده جديده مثلا في الاسبوع، عشان لو الطفل حصل له حساسيه ما يدخلوش اكتر من نوع في نفس الوقت عشان يبقى يلقط الاكله اللي هو عنده منها حساسيه، فلازم يدخله بالراحه. يعني واحده مثلا مره في الاسبوع مثلا نوع، دخله مثلا المره دي مثلا هيدخله مثلا فاكهه مثلا فراوله خلاص، يتاكد ان ما عندوش حساسيه، الاسبوع اللي بعديه يدخله مثلا خوخ كده، يعني بالطريقه دي عشان يعرف انه عنده حساسيه من ايه. في ناس حتى ستات من الصبغات بتاعه الشعر او الكوزموتيك والحاجات دي ممكن تحطها يجي لها حساسيه. يعني يبقى الحساسيه ممكن تيجي عن طريق الادويه، ممكن تيجي عن طريق الاكل خلاص، ممكن تيجي عن طريق اللوكال، يعني لوكال في السكين مثلا كريمات مثلا او صبغات الشعر او الحاجات دي. طيب بيحصل فازو دايليتيشن. الفازو دايليتيشن بتخلي لي الاكستريم اريد ايده دافيه خلاص، وبرغم من ان ضغطه بدا يقل ضغط، يعني لان بيحصل سيفير فازو دايلاتيشن فبيبتدي يحصل هايبوتنشن. طبعا ارسيما بلاقي وشه زي ما انتم شايفين الصور كده، في حمار عندنا في جسمه، في ارتكاريا هتلاقيه عمال يهرش، انجي اديما بتلاقي جسمه بدا ده، فبتبقى عنيفه جدا ممكن توصل لبرونكوس بازم وبيحصل لارنجيال اديما والمريض بيحصل له سوفوكيشن بيتخنق ولو ما تلحقش بسرعه بيموت. يعني دي اللي في اللي هي الانواع العنيفه. يعني في انواع بتبقى بسيطه، يعني زي حسيت الاكل والحاجات دي بتبقى بسيطه، يعني مجرد المريض هتلاقيه عنده اريسيما عمال يهرش الكلام ده بتبقى يعني بسيطه شويه. لو احنا لو كانت سيفير بتحصل انافلاكسز ودي بيحصل معاها شوك. الانجيو اديما اللي هي الورم اللي انتم شايفينه في الايه بيحصل عندنا زي مثلا حوالين البافنس بتاعه الاي وحوالين الايه، يعني حوالين الاي ليد وفي النوز واخد الوش كله يعني.
تمام، برونكوس باسم وبيحصل رايونايتس. طيب اديما في الفيس، الفارنكس اللارنكس قلنا دي في الحالات العنيفه ممكن يحصل سفوكيشن، نوزيا فوميتنج وابدومينال كرامبس دي برضو ممكن تحصل من علامات الالرجي لو واخد فود معين اكل عنده منه حسي. طيب اللي هي السيبتك شوك عندنا هيحصل هايبوتنشن رابيد كابيلاري فيلينج، لان انا عندي هنا في فازو دايلاتيشن مش زي ما عندي الهايبوفوليميا. الهايبوفوليميا لما كنت بعمل كابيلاري فيلينج قلنا بنضغط على التب بتاع الفينجر بتاعه المريض لحد ما يحصل يبقى ايه الدم ما يوصلوش. اعرفه ازاي ان هيحصل لون ابيض؟ هيبيض، اشيل ايدي الاقي في خلال ثانيه ثانيتين لو واحد نورمال هلاقيها يرجع الايه، هيرجع الدم ويرجع الايه الاطراف بتاعته ترجع لونها الطبيعي اللي هي بتبقى بينك خلاص. لا هنا عندي فازو دايلاتيشن وبالتالي هيحصل الكابيلاري فيلينج ريفيلينج مش هتتاثر في السيبتك شوك. الجاجولار فين عندي بيبقى فلات، ما عنديش فيه ايه يعني، عندي بيبقى ايه فلات ما فيش فيه كونجيشن ولا حاجه. طبعا الفيفر دي مش شرط انها تظهر، يعني عشان السيبسيز يحصل مش شرط. في ناس اللي هم مثلا كبار في السن او الناس اللي عندهم يوريميا يعني رينال فيلير، الناس اللي بيشربوا كحول، الناس اللي اميونو كومبرمايزد ممكن ما لاقيش عنده فيفر اصلا، ما هو المريض عنده سيبتك شوك وما عندوش فيفر. يعني الفيفر مش اساسيه في حالات السيبتك شوك، ممكن الاقي الفيفر او ممكن ما الاقيش في حالات الالدرلي او اليوريميا او الممكن كومبرمايز او الالكحول. طبعا احنا قلنا ورم اكستريمز لان في وباوندنج بالس لان في عندي فازو دايليتيشن. طيب بس ساعات بعض الاحيان بيحصل في الكوتينيوس السكين يعني نفسه. نعم كلمه باوند بالس يعني ايه؟ كلمه باوند بالس، باوندنج بالس يعني قوي، البلس تحت ايديا قوي، هو مش ضعيف لان انا ما عنديش هايبوفوليميا. هو اللي حصل اللي عندي فازو دايليتيشن فعندي البلس بتاعه هتلاقيه قوي، يعني عنده البلس بتاعه باوندنج حاسه كويس يعني نتيجه الفازو دايليتيشن، وتلاقي ايديه دافيه عادي يعني ايديه دافيه مش تلاقيها كولد زي الناس بتوع الهايبوفوليميا تلاقي ايده متلجه وتلاقي البلس ضعيف، لا ده ايده دافيه واللي فيه باوندنج بلس. طيب كمان ممكن يحصل الساينز بتاع الكوتينيوس فازو كونستريكشن، تلاقي الجلد بتاعه لونه بيل، يعني هتلاقي في فازو كونستريكشن في السكين. طبعا السكين ليجن طبعا انا بدور، عندنا لازم ادور على سبب ايه السيبسيس. لو انا مثلا لقيت سكين ليجن اللي هي الشريحه اللي على اليمين، لو لقيت سكين ليجن مثلا ساعات بيبقى فيه سيبسيس في السكين خلاص، يبقى دي معنى كده ان المشكله عندي في السكين او سبب السيبسيس في السكين عنده مثلا سكين ابسس، عنده كاربانكل يعني عنده حاجات من اللي هي الايه بتبقى فيها سيبسيس في السكين. طيب افرض انا جيت مثلا فحصت الابدومن بتاعته ولقيته تندرنس، تندرنس يعني بضغط عليها بتوجع. طيب ريباوند يعني بضغط عليها واشيل ايدي مره واحده بلاقيها ايه فيها الم، زي مثلا ابنديسايتس بنيجي انت واحد عنده الزايده تيجي تضغط على المكان بتاع رؤيه الياك فصه تحط ايدك المريض مرتاح، انت ضاغط طول ما انت ضاغط المريض مرتاح، شيل ايدك مره واحده تلاقيه صوت. بتاعت مثلا لما كان في مثلا مشكله في الجول بلادر كوليسيستايتس باجي بحط عند مكان الجول بلادر احط ايدي، طول ما انا حط ايدي وضغطه المريض مرتاح، اول ما اشيل ايدي اشيلها مره واحده تلاقي المريض ايه صرخ من كتر الالم لان بيحصل فوقيها بروتينايتس خلاص. فلو انا لقيت علامه كده في الابدومين انا عايزه او عندنا البنكرياتايتس عايزه اعرف ايه سبب السيبسيس، فبفحص المريض من ايه من يعني نقول من ايه من اول راسه لحد رجليه عشان اعرف ايه سبب السيبسيس ده بالفحص. طيب افرض انا لقيت حطيت السماعه عشان اسمع الانتستينال ساوند مثلا لقيتها ضعيف، لقيت في عندنا مش سامعاها كويس خلاص في حاله الانتستينال اوبستراكشن. طيب احنا عندنا في انواع اللي هي الايه اللي هي الرسمه اللي فوق دي، ان احنا عندنا في سيستميك انفلاماتوري ريسبونس ممكن يحصل السيبسيز وبعديه يبتدي يحصل انفكشن بكتيريال انفكشن او فايرال انفكشن، ممكن لما بيكون سيفير بيحصل هايبوفيوجن او ديسفانكشن في ايه في اكتر من في ممكن اورجان واحد، بعد كده لما يكون القصه بقى سيفير ودخلنا في سيفير هايبوتنشن ايه بيحتاج عندنا فوليوم، لازم حتى لما بدي فوليوم ريبليسمنت هو المريض ما بيستجيبش. يعني في مرحله من السيبتك شوك المريض اصلا مهما اديله في ادويه هو مش بيستجيب، اديله المريض ما خلاص هو مش بيستجيب معايا يعني. عشان كده لازم الحاجات دي بنسميها emergency لازم تتعالج بسرعة. أو
طبعا نوصل للسبب، احنا قلنا الاسباب بتاعتنا خلاص، فلازم اخد الهيستوري كويس اعرف عشان اعرف السبب. هشوف الكاردياك، اساله هل هو المريض كاردياك مثلا، ساعات يقول لك مثلا انا عامل عمليه في القلب او بتعالج من القلب او عنده كونجستيف هارت فيلير خلاص بريكارديال ديزيز، فلازم اساله من الهيستوري خلاص. طيب ريسنت فيفر، هل انت سخنت مثلا في الفتره اللي فاتت دي او في علامات الانفكشن يعني اشك انها مثلا سيبسيس، يعني بنساله مثلا عندك مثلا كان عندك كحه، كان عندك في بلغم، البلغم مثلا لونه متغير، عندك في مثلا في بطنك بتوجعك، علامات الابندسايتس، علامات انسان اوبستراكشن، يعني بمسك المريض جزء جزء، عندك حرقان مثلا في البول، يعني بنساله في كل حاجه عشان اقدر اوصل للسبب. طيب عندنا مثلا الاكسس دايوريتكس، هل انت خدت مدرات للبول كتير؟ ما انا وديته مدرات للبول كتير كاني عملته فرصة دايروسيس، يعني عملت له نزلت كميه كبيره من اليورين، فهيخش هايبوفوليميا. ما هي في ناس احنا لما بيكون مثلا حالات في المستشفى محجوزه، قبل ما بديها مثلا لازكس او اديها ادويه الضغط لازم اتاكد ان ضغطه يتحمل. يعني احنا عندنا في مرضى بياخدوا دايوريتك عشان عنده مثلا إديمة، يعني مثلا مريض الكبد مثلا عنده لور ليمب إديمة او عنده اسايتس، وانا ببتدي اديله دايوريتك، هل هدي دايوريتك كده من غير ما اقيس الضغط؟ لا، لو لقيت ضغط المريض مثلا اقل من 90 60 ما بديش اصلا دايوريتك. لو اديته دايوريتك وضغطه اصلا قليل هيخش في هايبوفوليميا ويخش في هايبوفوليميك شوك. فانا هساله خدت اكسس دايوريتكس؟ طيب خدت انت هايبرتنسيف دراج بكميه كبيره انت اصلا مش محتاجها؟ طيب الريسك فاكتور بتاع البلمونري امبوليزم، هو في ناس اصلا يكون نساله على البلمونري امبوليزم، في ناس بتبدا عندهم البلمونري امبوليزم عندنا في دي في تي، يعني تلاقي رجل المريض يقول لك انا رجلي ورمت الاول، يعني رجل واحده، نتكلم على رجل واحده، حصل ان رجلي ورمت الاول، ساعات بتبان انها بتبقى رجله ورمه ولونها احمر. لو لقيت واحد رجل واحده بس ورمه ولونها احمر او لونها عادي، لازم اعمل له دوبلر، اشعه دوبلر، اشوف عنده دي في تي ولا ما عندوش، لان لو استنيت عليه وكان عنده دي في تي على طول بيحصل له هيموبتسيس، على طول بتروح راحه اللنج وتعمل بالمر امبوليزم وتعمل هيموبتسيس خلاص. طيب ايه المرضى الاكثر عرضه ان هم يجي لهم بالمونري امبوليزم او يجي لهم امبوليزم في اي حته؟ يعني عندنا طبعا عندنا اللي هم البيد ريدن، المرضى اللي هم نايمين على طول بيد ريدن، طبعا بيحصل استجنيشن خلاص. عندي الاولد ايج، لو في واحده مثلا بريجننت، لو في واحده عندها، في عندنا المرضى اللي عندهم كوجلوبس، عندنا بتوع حاجه اسمها السيستميك لوبس، ممكن يبقى معاهم بيها الانتي فوسفوليبيد سندروم، نقص بروتين سي، نقص بروتين اس، الانتثرومبين 3، يعني في حاجات كتيره جدا بتعمل لي مشاكل في السيركيوليشن، مثلا في ستاجنيشن، في فليبايتس، عندنا في حاجات كتيره بتبقى عرضه ان المريض يجي له دي في تي وبالتالي يحصل بالمونري امبوليزم. طيب بوتنشال سايز سورسز اوف بليدنج، انا هساله مثلا هو عنده هايبوفوليميا، هل انت جالك مثلا ابيستاكسيس مثلا نزفت من مناخيرك، هل جالك هيموبتسيس يعني كحيد دم، هل هيماتيمسيس مثلا رجعت دم. في ناس الميلينا ما بيقوش اورينتد بيها قوي، هو مش يعني مش عارف هو جايب ميلينا براز لونه اسمر، بس المريض لازم تساله، يعني هو انت بتنزف من اي حته؟ يقول لك لا مش بنزف، هتقول له طب لون البراز بتاعك اسود؟ يقول لك لونه اسود. فانت لازم انت اللي تاخد المعلومه وتطلعها من المريض، لان في مرض اصلا اجنورنس، هو مش فاهم اصلا يعني البراز اسمر معناها ان هو مثلا بينزف، ما يعرفش خلاص. فاحنا لازم نسال على كل حاجه السورس اوف الايه اوف البليدنج. طيب بعد ما خدت الهيستوري طبعا ببتدي افحص المريض، اعمل له انفستيجيشن خلاص. اول حاجه طبعا اللاكتيت، اللاكتيك اسيد بيعلى مع عندنا بيحصل لاكتيك اسيتوزس او بيحصل مع السيبسيس اللاكتيك اسيد بيعلى. السي بي سي، السي بي سي تهمني لان عندي الوايت بلاد سيل هتلاقيها بتعلى مثلا في حاله ايه النيتروفيل، تعلى في حاله ايه لو كان في بكتيريا انفكشن، الليمفوسايت مثلا عندي في تي بي او في فايرال انفكشن، يعني هي السي بي سي بتهمني. الهيموجلوبين طبعا تلاقي بتدي عندنا لما بيحصل هايبوفوليميا واحد عنده نزيف يبتدي الهيموجلوبين ايه يقل خلاص. لما بلاقي البليتلت قليله قوي دي بتوجهني شويه، مثلا ممكن المريض نزف اصلا نتيجه البليتلت قليله، فالسي بي سي مهمه جدا عندي في متابعه المريض خلاص. طيب احنا قلنا الرينال، الرينال قلنا مثلا في حالات الهايبوفوليميا بيحصل الرينال، ممكن يحصل رينال فيلير، في حالات مثلا عندي السيبسيس بيحصل اكيوت كيدني انجري برضو. الليفر، الليفر الليفر هي مشكله الليفر ان احنا عندنا لما بيكون سيفير هايبوتنشن وشوك بيحصل حاجه اسمها شوك ليفر، فتلاقي الانزيمات ممكن وصلت بتاع الليفر وصلت بالالافات، فانا عندي الليفر فانكشن مهمه جدا برضو ان انا ايه اقيسها خلاص. البي تي والبي تي تي، البي تي طبعا البي تي طبعا عندي من ايه من حاجات اللي هي بتاعه الايه الليفر فانكشن ان انا بقيسها يعني خلاص.
طيب افرض انا شكيت ان المريض ده عنده ام اي، عنده مايوكارديال انفراكشن، طبعا عندنا فيه الايه الكاردياك انزايم زي التروبونين خلاص والمايوكاردايتس. طيب البلمونري امبونيزم لو سسبكتد، عندي فيه تحليل اسمه الدي دايمر بلاقيه عالي، يبقى انا لو لقيت الدي دايمر عالي في حالات البلمونري امبونيزم، تاني خطوه بعملها ايه؟ بعمل حاجه اسمها بلمونري انجيو، بحقن صبغه وبصور البلمونري ارتري خلاص، يبقى دي ايه؟ ده تشخيص البلمونري امبوليزم. طيب بعمل حاجه اسمها اي بي جي. يعني ايه اي بي جي؟ يعني ارتيريال بلود جيز. احنا بنسحب عينه ارتيريال من المريض، بسحبها عندنا من الايه؟ من الارتري، سواء الريديال ارتري او الفيمورال ارتري خلاص او البريكيال ارتري، بنسحب العينه دي وبنشوف فيها البلود جيزز. يا هي بتعرفني المستوى الاكسجين ومستوى السي او 2، وكمان بتعرفني البي اتش، لان احنا عندنا ممكن يحصل قلنا لاكتيك استوزيس ويحصل ميتابوليك استوزيس في حاله السيبتيك شوك. طيب ساعات السيبتيك شوك بيحصل فيها ريسبيراتوري الكالوزس الاول، لان بيبقى المريض عنده تاكيبنيا وبالتالي بيخش في ريسبيراتوري الكالوزس، وبعدين يخش بعد كده اللاكتيك اسيد يعلى يحصل ميتابوليك استوزيس. طيب لو انا عندي مريض وشكيت ان هو عنده سيبسيز، ان المشكله الهايبوفوليميا نتيجه للسيبسيز، يعني قبل ما ابدا انا عندي مثلا مريض دخل عندي العنايه ولقيت ان انا شكيت ان هو عنده سيبتيك شوك، على طول بروح سحب مزارع من جسمه كلها، بسحب بلاد كالشر وبسحب يورين كالشر، ولو كان بيطلع سبيوتم بسحب سبيوتم كالشر خلاص، وبعدين بديله بستناش ان النتيجه تطلع بتاع الكالشر، لا بسرعه بديله امبريكال انتيبيوتيك. احنا بنسحب المزارع كلها اول ما المريض يخش عند العنايه. طيب افرض انا لقيت مركب كانولا، والكانولا حواليها مش حواليها حته حمراء او بتاع، يعني ممكن تكون الكانولا نفسها الكانولا هي اللي عامله السيبسيس. طيب افرض مركب سي في بي، بروح شايله البلاستر اللي حواليها وبص حوالين السي في بي، شوف تلاقي الاكزيت بتاعها فيه باص، يبقى هي دي المشكله، فلازم اشيل السي في بي بسرعه خلاص. وساعات احنا بناخد نفسها، او لو كان في مركب، طبعا لو شفتوا حالات رينال فيلير بيركب قسطره بتاعه الغسيل، قسطره بتاع الغسيل ممكن تتركب عندنا في الايه في الرقبه في الجابولر، او ممكن عندنا في الفيمورال، بشوف الاكزيت بتاعها اشوف هل في صديد ولا ما فيش، لقيت صديد لازم اشيلها بسرعه، وبناخد القسطره نفسها بنقص التب بتاعتها اسمها تيب كالشر، واروح حطها في الايه في اللي هي الانبوبه. صوت حضرتك لو المريض بيشتكي من حرقان في البول. نعم اتفضل يا دكتور. تقول صوت حضرتك انفصل. صوت حضرتك كان انفصل يا دكتور من اول فين؟ لما بناخد التب بتاعت الاسطره ونحطها كالتشر. بصوا احنا عندنا احنا عندنا في القسطره بتاعه الغسيل دي بنركبها في الجاجولر، وساعات بنركبها في المنطقه بتاع الفيمورال، وعندنا السي في بي طبعا بنركبها في الرقبه. طيب افرض انا بصيت شلت القسطره اللي حواليها ولقيت في صديد من حواليها، يعني في الحاله دي انا بشيلها مش برميها، لا انا بروح جاي اقص التب بتاعتها دي واروح حطها في البوتل بتاعه وبعتها عمل بيحللها عشان يعرف لي نوع الصديد، لازم اخد منها مسحه وايه واشوفها. طب افرض مريض عامل مثلا عمليه عظام ومركب مسامير الحاجات دي، بنجيب دكتور العظام يبص على الحاجات دي بالاشعه ويشوف هل، يعني بدور على السورس بتاع الانفكشن في كل حته، بيشوف هو في صديد مثلا حوالين المسامير وهم بيعرفوها بالاشعه، او في مثلا في العمل عمليه جراحيه وفي مثلا الجرح نفسه بيطلع صديد. يعني انا بدني بفحص المريض حته حته عشان اوصل ان انا المزارع من حتت كلها اللي هي المتاحه او اللي انا شاكه فيها، يعني مش مجرد مثلا انا هشك مثلا هسحب بس مزرعه الدم، لا بسحب مزرعه من مزارع من كل جسمه يعني، ومش بستنى نتيجه المزرعه، انا بسحب المزرعه من هنا ماشي، اول ما بسحب بها بروح مدي امبريكال انتيبيوتيك، وبندي نوعين وساعات بندي ثلاث انواع كمان، يعني بدي بكتفيش بنوع واحد، يعني بيدي برودو سبيكترم انتيبيوتيك. طيب عندنا اللي هو الاي سي جي بتاع الايه الكاردياك تامبونات، في حاجه اسمها الكتريكال الترونز، يعني دي عندنا، يعني عندي اللي هي الفولتج الاول بتاعت اللي هي الكيو ار اس كومبلكس الترونز، يعني هتلاقي مثلا هنا لو جينا عند V2 هتلاقي هم مش كلهم مفروض ان الكيو ار اس
تبقى كومبلكس تبقى كلها طول بعض، لا واحده طويله واحده اطول واحده اقصر، واحده اطول واحده اقصر، دي اللي هي المقصود بيها الالترونز خلاص. طيب تاني حاجه عندي لو فولتج، لو فولتج اشوفها في الليم بليد، الليم بليد هلاقي لو فولتج، هلاقي عندنا الكيو ار اس هلاقيها اقل من ايه 5 او نص ملي فولت اللي هو حوالي 5 ملي متر ماشي، وفي ساينس تاكي كارديا خلاص، دي اللي هي الايه الكاردياك تامبونات. طيب عندي المايوكارديال انفاركشن طبعا انتوا عارفين لو كان في اسكيميا، الاسكيميا بعرفها عندنا ان عندنا بيحصل التي ويف بتحصل فيها انفيرجن او بتبقى فلات، يبقى تي ويف انفيرجن او فلات، والاي سي تي سيجمنت بيحصل ديبريشن. طيب هنا مثلا هلاقي مثلا واضحه قوي عندي مثلا في ليد 2 هتلاقيها واضحه قوي، عندي في الاي سي تي سيجمنت ديبريشن واضحه في ليد 2. طيب في 4 هتلاقي في اي سي تي سيجمنت ديبريشن وهتلاقي انفيرجن في التي ويف. يعني انا ببص عندنا الاي سي جي، طبعا عندكم الام اي لو في ام اي في اليفيشن، طبعا الام اي عندنا لو هو ريسنت بيبقى في اليفيشن في الاي سي تي سيجمنت، طبعا هتلاقوها واضحه قوي من اول عندنا. طبعا هي واضحه في ليد واحد، ليد واحد اللي هو طبعا اول حاجه خالص على الشمال ادي ليد واحد، وليد اثنين باينه، وليد اثنين وثلاثه والاي في اف دي معناها اللي هي انفيرنال فراكشن. طيب لو انا خدت في واحد عندي وفي اثنين واضحه جدا يعني اليفيشن في الاي سي تي سيجمنت، في واحد في اثنين في ثلاثه في اربعه في خمسه وفي سته اللي هو الايه الانتروسيبتال، طبعا ده بيحصل اليفيشن في الاي سي تي سيجمنت. الاليفيشن ده ممكن يحصل كمان ان تبقى ايه بنسميها طول بيك دي تي ويف. طيب ظهور الكيوهات لو معاها اليفيشن في الاي سي تي سيجمنت معناها ان احنا ريسنت انفراكشن. طيب لو اللي هي الكيو لوحدها والاي سي تي سيجمنت رجعت نورمال معناها انها اولد انفراكشن خلاص. طبعا عندكم اللي هي الباثولوجيكال كيو دي كان لها كاركتر معين لان اصلا الكيو المفروض انها موجوده تبع كيو ار اس خلاص. طيب لو لقيت انها بتبقى بروميننت، لو لقيت انها عريضه شويه اكتر من واحد، من واحد يعني مربع صغير، او الدبس بتاعها بتبقى طويله يعني تبقى عريضه او بتبقى طويله انها توصل الطول بتاعها اتنين يعني اتنين مربع صغير او اكتر، او لقيتها ان انا لو قارنتها بالار اللي جنبها لقى توصل لحوالي ربع الار او 25% من الايه من الكيو ار اس كومبلكس او الار اللي جنبها، دي علامات الباثولوجيكال كيو. دي معناها ان في الباثولوجيكال كيو معناها لو كان معاها اس تي سيجمنت اليفيشن معناها بنتكلم في ريسنت انفراكشن، لو هي الاس سيجمنت رجعت نورمال معناها بنتكلم على اولد ايه اولد ايه ام اي. طيب التنشن نيموثوركس احنا قلنا اللي هي الكرايتيريا احنا شرحناها قبل كده انها مش هلاقيها جيت بليك. يعني ايه جيت بليك؟ يعني ما فيش اللي هي الايه الخطوط الرفيعه البيضه اللي بنسميها البرونكو فاسكولار ماركينجز، دي مش موجوده، هلاقي هي سواد سواد يعني زي ما انتوا شايفينه في الصوره كده اسود خالص يعني. طيب طبعا هي بتبقى ايه لما بتبقى عنيفه بتروح زقه الترقيه وبتزق الكاردياك شادو، هي طبعا بتزقها على الناحيه الثانيه بتبقى الشيفت الاوبزيت سايد، والريبس طبعا بتبقى هوريزونتال مور هوريزونتال يعني خلاص. وقلنا اللاك اوف فاسكولار ماركينجز وطبعا بتعمل كولابس ايه بتروح عامله كولابس ايه لللنج اللي تحتيها طبعا، فبيحصل المريض طبعا ممكن يخش في سينوزس وريسبيراتوري فيلير، بتروح منزله الدايفرام يعني الدايفرام اللي هو موجود في اللنج اللي اتاثرت دي، الدايفرام بيبقى ديبريست يعني هي الدايفرام لتحت بيبقى ديبريست. البريكارديال افيوجن ده قلنا ان هو في فلويد كتير عندنا حوالين الايه الهارت في الايه في البريكارديال كافيتي خلاص، وهنا الهارت شادو بيبقى ايه اللارجت وجلوبيولر فلاسك شيب، ده عامل زي اللي هي الايه الانبوبه اللي هي دي بتاعه المعامل يعني. طيب بيزيد الكارديو ثوراسيك ريشيو اكتر من 50%، احنا عندنا الكارديو ثوراسيك ريشيو المفروض انها ما بتتعداش ايه ال 50%، لا دي بقى اكتر من 50%، شايفين الايه الهارت كبير خلاص، وبتبقى ريجولار وسموث بوردر لان هي فلويد هو مش كارديو ميجالي، لا هي حواليه الفلويد وبالتالي بيبقى الايه البوردر بتاعه بيبقى ريجولار وبيبقى سموث، ودي منظر دي منظر بيبقى مميز قوي اللي انتم شايفينه بتاع الفلاسك شيبت بيبقى ايه بيبقى كده الهارت بتاعه كبير وفلاسك شيبت وبتبقى سموث سيرفيس. طبعا احنا بنعمل الايكو، طبعا الايكو هو اللي بيجي لي كميه الفلويد ويشخص لي الحاجات دي احسن يعني. طيب دي تجميعه بقى اللي هي مثلا اللي هي موديناميك تشينجز في الشوك، لو قلنا الديستريبيوتيف شوك اللي بيحصل فيها سيفير فازو دايليتيشن وبيحصل عندنا السي في بي عندنا بيبقى قليل، البالمونري كابيلاري ويدج بريشر ده بيقيسوه احنا طبعا مش بنقيسه عندنا في البطن عمرنا ما قسناه، هم لهم قسطره معينه بيدخلوها عندنا جوه البالمونري خلاص ويبتدي يقيسوا بالقسطره دي بيقيسوا الضغط جوه الايه جوه البلمونري قد ايه، طبعا هي احنا مش عندنا مش متاح عندنا في البطنه يعني احنا نقيسه
خلاص الكاردياك اوت بوت طبعا هما بيقيسوه عندنا الايكو والحاجات دي بيقيسوا بيها، احنا طبعا ما نعرفش نقيسه يعني، والسيستميك فاسكولار ريزيستنت كل الحاجات دي احنا، بس هو ايه انت تعرفوا اللي هي مثلا كل واحده فيها بيحصل فيها ايه يعني. لو جينا بديستريبيوتيف شوك بالنسبه للسي في بي طبعا بيقل، اللي هي البلمونري كابيلاري ريدج بريشر بيقل، بيزيد الكاردياك اوت بوت والفاسكولار ريزيستنت بتقل. الكارديوجينيك شوك السي في بي بيبقى عالي خلاص، وعندنا البلمونري برضو ويدج بريشر بيكون عالي، الكاردياك اوت بوت طبعا بيقل لان الهارت ضعيف ما بيقدرش يضخ كويس، والسيستميك فاسكولار ريزيستنت بتعلى. الاوبستراكتيف شوك السي في بي بيبقى عالي، وطبعا البلمونري كابيلاري ويدج بريشر ساعات بيعلى وساعات بيقل، والكاردياك اوت بوت قليل والسيستميك فاسكولار ريزيستنت بتعلى. الهايبوفوليميا طبعا السي في بي قليل لان في هايبوفوليميا، والبلمونري كابيلاري ويدج بريشر قليل، والكاردياك اوت بوت قليل، الريزيستنت هي اللي بتكون ايه عاليه. طيب لو لقيت انا عندي مريض شوك، اول حاجه لازم اعمل رابد، وكلمه رابد دي نحط 100 خط، لازم رابد امبروفمنت للتشو هايبرفيوجن، لان لو استنيت على التشو في هايبرفيوجن ده هيحصل اسكيميا والدس، هيحصل دس للتشو خلاص، وبالتالي لازم اعمل رابد، لازم اكون سريعه جدا في الايه في العلاج. يبقى هعمل ايه؟ يبقى رابد امبروفمنت بتاع التشو هايبرفيوجن وريسبيراتوري امبيرمنت، لو كان في ريسبيراتوري امبيرمنت لازم اعمل ايه رابيد كوركشن عشان ما يخشش في ريسبيراتوري فيلير. هو يعني ايه اثناء انا بدور على السبب، يعني مش هسيب بقى انا اقعد ادور على السبب واسيب المريض، لا اول ما بشوف المريض يجي تحت ايديا لازم ابتدي اصلح بسرعه، بغض النظر بقى عرفت السبب او ما عرفتوش، فلازم اتحرك بسرعه. طيب طبعا المريض ده مريض عنايه اي سي يو، طبعا احنا لما بيجي اول ما بيجي المريض بتاع الشوك ده من الاستقبال لازم اركب له اتنين كانولا على الاقل، على الاقل اتنين كانولا خلاص. عندنا طبعا اللي هي الكانولات اللي هي طبعا اللي هي 16 دي اللي هي بتبقى لونها رصاصي، دي بتبقى كبيره يعني، عندنا زي رصاصي زي الايه الخضره طبعا، دي تفضل جدا يعني، ودي بتتركب في الرقبه، ما ينفعش اركبها في الايه في الايد مثلا في الدراع يعني، عندي لما يكون كانولا كبيره زي رصاصي كده بحتاج لها الفين بيبقى كبير، فبركبها في ايه في رقبه المريض خلاص. افرض ان انا ما لقيتش مثلا اي في لاين، هو في ساعات مريض هاي سيفير هايبوفوليميا هتلاقي كل الفينز بتاعته كولابسد مش حاسه منها فين خالص، وبالتالي بنلجا نركب لهم السي في بي. فانا هركب عندنا كونسيدر مونيتورنج السي في بي، طبعا مهمه يعني مهمه جدا عشان بتعرفني انا في اتجاه هل السي في بي عالي ولا السي في بي قليل خلاص زي هايبوفوليميا. فبركب السنتر ايه السي في بي او السنترال فينس ايه كاسيتر، والبلمونري ارتري البريجر دي احنا مش بنقيسه، احنا قلنا مش بنقيسه بس انتوا تعرفوا ان هو بايه بيتحط له زي قسطره كده بتتحط عندنا وجوه البلمونري ارتري دي، طبعا ايه بنركبها للمريض اللي انا سبكتد كاردياك او البلاد فوليوم ايه لوس. طيب ارتيريال لاين فور كونتينوس بلاد بريشر مونيتورنج، طبعا احنا مش بنعمل الحركه دي، احنا عندنا في هو يعني هو معناها ان هما بيجوا جوه الارتري وبيحط برضو زي حاجه بيعمل منها بيقيس منها البلاد بريشر دايركت، طبعا دي بتبقى دقيقه جدا، بس احنا طبعا ايه ما بنعملش الحاجه الانفيزيف دي، احنا بنعتمد على الاجهزه بتاعتنا بتاعه الضغط يعني. عند ارتيريال اكسجين تنشن بيقيسوا منها برضو الاكسجين تنشن، وطبعا بيهمني طبعا بعرف الاسيد بيس بالانس، نسحب عينه بتاعه الاي بي جي. طيب لازم اعمل كونتينوس مونيتورنج للايه للهارت ريت والبلاد بريشر. طيب طبعا لازم يركب اللي هي القسطره بتاعه اليورين، لازم عشان نعرف اليورين اوت بوت خلاص، لان طبعا احنا قلنا الشوك دي بتدخل فينا الفيلير، فلازم يبقى عندي اليورين اوت بوت قد ايه. طيب الاير واي مانجمنت طبعا لازم الساتوريشن بتاع المريض لازم يبقى ما بين 92 ل 95، لازم بركب له، احنا بنركب له طبعا الاكسجين ماسك خلاص. افرض ان انا الاكسجين ماسك ما جابش نتيجه معايا، عاملاه على الهاي فلو او وصلت ل 10 لتر في الايه في الدقيقه والمريض ما استجابش، هضطر ان انا اعمل له اندو تراكيال تيوب، اعمل له انتيوبيشن، ما استجابش هبتدي ان انا احطه على ميكانيكال فينتريشن خلاص. طيب طبعا لازم المريض ده انا قاعده جنبه بقيس له الضغط كل مثلا ربع ساعه ماشي، يبقى عندنا وبقيس له عندنا طبعا احنا قلنا بنقيس له، نعمل سي بي سي اشوف الهيماتوكريت، بشوف الالكترولايت مهمه، الكرياتينين، البي او ان، عندنا البلاد يوريا نيتروجين، الاي بي جي اللي هي الارتريال بلاد جيز، البي اتش، الكالسيوم والفوسفات واللاكتيت واليورين صوديوم، لان هو اليورين صوديوم مهم، لان هو لو قليل اقل من 20 ملي مول برليتر دي معناها هايبوفوليميا. طيب في حاله السيفير ميتابوليك استوزيس عندي البي اتش طبعا بتقل عن 7.15 من 100، ففي الحاله دي لو وصلنا للرقم ده بدي بايكارب عشان ايه اصلح البي اتش. طبعا لازم ايه اشوف المينتال ستيتس دخل مني في كوما او ما دخلش خلاص.
طيب الهايبوتنشن، لو في هايبوتنشن مانجمنت اوجمنتال بلاد بريشر، لازم السيستول بلاد بريشر عندي يبقى اعلى من 100 عشان احسن التيشو برفيوجن، فلازم اعلي البلاد بريشر السيستول يبقى اعلى من 100. طيب عندي في فوليوم ديبليشن او في عندي بينزف، فلازم ادي على طول عقبال ما بجيب الدم. انا عندي عقبال ما بجيب الدم بتاع المريض، لازم في الحاله دي ما استناش عقبال ما الدم عقبال ما بنجيب المريض بياخد منه عينه، ونعمل حاجه اسمها توافق على الدم، نشوف الدم فيه توافق. الوقت ده بياخد وقت مني، فانا مش هسيب المريض ينزف لحد ما الدم يوصل، لا انا ببتدي ان انا بديله، عندي بديله ايه فوليوم انفيوجن، مثلا بديله من 500 ل 1000 بولس، بنديله مثلا يعني عندي مثلا فلويد، عندي حاجه اسمها كريستالويد زي السلاين وزي الرينجر، خلاص بديله لحد ما الدم يجي، والدم لما بيجي جاي من التلاجة بيجي سائع، وبالتالي ما اقدرش ادهوله بسرعة، فانا عندي لازم الحق المريض باي حاجة في الفترة دي، مش بسيبه يعني خلاص. فاحنا بنديله ايه، بنديله فلويد، طبعا بنحطه ايه في الترينج بينج بوزيشن، ان احنا بنحطه على طرابيق على اللي هو السرير بتاعه، بنخلي راس السرير تحت وخلي رجل فوق، يعني دي بنخليها حاجه يعني ايه، يعني حاجه لفتره قصيره، يعني مش بتصلح لي زي ما انتم فاكرين يعني، بس حاجه ايه فتره قصيره ماشي. طيب طبعا لو طبعا في، احنا قلنا بنبعت نجيب دم بسرعه، والدم ده طبعا لو هو عنده اكتف بليدنج لازم اجيب دم. طيب افرض ان انا عملت هيموجلوبين لقيته اقل من 7، طبعا لازم اديله دم بسرعه. الناس الحالات الام اي مثلا مايكارديال انفراكشن، او حالات الهارت فيلير كاردياك ديزيز، ما اقدرش استنى عليه هيموجلوبين اقل من 10. هيموجلوبين اقل من 10 اصلا بيقلل الاسكيميا، وبالتالي انا ببتدي ان انا اديله ايه دم. طيب لقيت بينزف جامد والهيموجلوبين اقل من 7، لازم ايه اصلح له واديله ايه بلاد. لما بيكون هارت فيلير طبعا ما بديش هول بلاد، بدي باك دي ار بي سيز، يعني عشان ما احصلش وانا بديله، هو اصلا عنده فوليوم اوفرلود وبالتالي ما اقدرش اديله هول بلاد، بديله باك دي ار بي سيز، ده لما يكون ايه هارت فيلير. طيب في عندي اللي هو الفازوبريسين والاينوتروب، دي عندي النور ادرينالين مثلا او النور بنفرين، بديله في حاله الديستريبيوتيف شوك لان عنده فازو دايلاتيشن، فلازم ان انا اصلحها بسرعه. طيب الفازوبريسين لو ما فيش عندي نور بنفرين بدي فازوبريسين. طيب عندي طب كارديوجينيك شوك بندي حاجه اسمها دوبيوتامين، وساعات بحط معاه النور افيدرين عشان اعمل ايه اعلي الايه الضغط شويه. طيب دي اللي هي الادويه بالجرعات بتاعتها خلاص. مثلا الدوبامين بدي من 1 لـ 2 مايكرو جرام بير كي جي بير مينت، دي بتسهل الدايوريسيس. لو انا اديت جرعه صغيره الدوبامين ده بيتاخد على 3 جرعات، الجرعه الصغيره من 1 لـ 2 دي بتشتغل على الكدني، بتزود الرينال بلد فلو وبالتالي بتزود الدايوريسيس. طيب لو انا اديت من 2 لـ 10 دي عندنا بتشتغل على الهارت، فبتعمل بوست اوف انوتروب وكرونوتروب، بتزودي الاكسجين كونسامبشن والاكسجين ديليفري للتشو، بس هي مشكلتي انها بتعمل تاكي كارديا. طيب لو اديته من 10 ل 20 دي بتعمل فازو كونستريكشن، جنرالز فازو كونستريكشن، وبالتالي بتبتدي تقلل بقى رينال برفيوجن. لما تكون جرعه صغيره تزود رينال برفيوجن، الجرعه وصلنا ل 20 لا ده بتقلل لي رينال برفيوجن لان بتعمل جنرالز فازو كونستريكشن. طيب النور افيدرين ده بيعمل فازو كونستريكشن، ولو الانوتروب بتاعه بيبقى ايه مودريت يعني خلاص. احنا هنا ممكن ان انا افضله عن الدوبامين في حالات الايه، في حالات السيبسيز، لان الليس يعني الافكت بتاعه الهارت او كونوتروبيك على الهارت بيبقى اقل شويه، بنستخدمه في الكارديوجينيك شوك وقلل ايه بنقلل بيه السيستميك فاسكولار ريزيستنت. طيب اللي هي الدوبيوتامين دون اكتر حاجه بستخدمه في الايه، في الكارديوجينيك شوك، لان هو بوزيتيف انوتروب ومالوش فازو كونستريكشن ايه اكتيفيتي خلاص. بس طبعا هنا بن ايه يعني بنخلي بالنا شويه، لانه عندنا ايه يعني بستخدمه يوسف الحالات اللي هي مايلد هايبوتنشن، لو في واحد عنده تاكي كارديا ما بستخدموش. طيب الفلاين فرين دوت بيعمل فازو كونستريكشن، وعندي ايه مفيش له اونتروبيك افكت. والفازوبريسين ده طبعا بستخدمه برده في الايه في نوع من انواع الايه الشوك خلاص. طيب الديستريبيوتيف شوك احنا قلنا هي لو سسبكتد سيبسيس، احنا قلنا بندي انتي بيوتيك برود سبيكترم، بندي نوعين او ثلاثه، ما بستناش المزرعه، ما بستناش نتيجه المزرعه، بدي على طول لحد نتيجه المزرعه ما ايه ما تطلع. الانافلاكسس لازم اشيل الالرجنت، لو كان مثلا حاطط مثلا حاجه او بياخد ادويه معينه او عامله مثلا انا مديها دواء انفيوجن، هوقف الانفيوجن على طول خلاص، يبقى هشيل الالرجنت وبندي ابينفرين. طيب الادرينال انسفيشنسي قلنا الاسونيان كرايسيس، يعني بندي ستيرويد
بندي ستيرويد خلاص، ببدأ طبعا بإيه باللي هي الهيدروكورتيزون 100، وبدي عندنا بديله الأول 100 ل 200، وبعدين بديله إيه كل 6 ساعات لحد ما الأمور تتحسن ويرجع تاني للأورال. طيب كارديوجينيك شوك عندي زي اكيوت مثلا كورونري سندروم، طبعا بنعمل حاجه اسمها بي سي اي، بيعملوها الدكاتره بتوع القلب، بيدخل عندنا بالايه بالقسطره بتاعه القلب وبيعملها اللي هي بيركوتينيوس ايه كورونري انترفينشن. طيب لو عندي اكيوت ماتيريال ريجيرج في اس دي، طبعا بتوع الكارديو ثوراسيك بيدخلوا، او فري وول رابشر بتوع الكارديو ثوراسيك بيدخلوا بيعملوا ايه ريبير للمشكله دي، او عندي في رايد فينتريكولار انفراكشن مثلا لازم اعمل فوليوم ريسسيتيشن خلاص، بحس ان انا اخلي الرايت اتريال بريشر من ما بين 10 ل 15. طبعا دي تبع دكاتره الايه القلب يعني. طيب التنشن نيموثوركس قلنا برضو لازم الدكتور بتاع الكارديوثوركس يتدخل بسرعه، وبيعمل حاجه اسمها اندر روتر سيل، بيدخل ايه انبوبه في الايه في الـ في البتاع في الـ في البلوره، وبتدي عندنا ايه بيسحب منها الهواء عن طريقه، بيوصلها الانبوبه دي بيوصلها ببوتل فيها ميه، وبيبتدي يسحب عشان يبتدي يسحب الايه الهواء ده. ميكانيكال دي كومبريشن لازم تكون سريعه جدا عشان المريض ما يخشش في ريسبيراتوري فيل. طيب لو كان في امبوليزم بنعمل البلمونري امبوليزم. الثرومبوليتك ثيرابي ده انا بستخدم لو كان المريض شوكت بستخدم ثرومبوليتك ثيرابي، ساعات بيدخلوا بقسطره او بيعملوها جراحي، بيدخل جوه البلمونر ارتري وبيشيلها بتوع الكارديوثوراسيك، بيشيلوا الجلطه دي خلاص. طيب الكاردياك تامبونات بيدخل برضو بقسطره بتوع القلب او الكارديو ثراسيك، يدخل يشيل الايه الفلويد اسمها بريكارديو سينتيزيس، بيدخل ايه يشيلها كده ويحطها على كيس ويطلع الفلويد اللي حوالين القلب. الهايبوفوليميا الهيموريدج طبعا لو كان له حل جراحي مثلا، واحد بينزف نتيجه مثلا لكات ووند او حاجه، فدي لو حل جراحي بعمله اندوسكوب، لو بينزف مثلا من اوسوفيجيال فاريسز مثلا. ساعات بالدكاتره اللي هي الاشعه التداخليه انترفينشن ارديولوجي بيخشوا لو في سورس اوف بليدنج يقدر ان هو يربط او حاجه بالايه بالاشعه التداخليه يعني، هم او دكاتره الجراحه يعني. كده الحمد لله خلصنا، معلش هي المحاضره كبيره شويه. الو شكرا لحضرتك، بس شكرا يا دكتور. دكتور المحاضره الثانيه بيناديك. طيب خلاص، في اي حاجه عايزين تسالوا عليها؟ لا شكرا يا دكتور، ماشي يا دكتور، بالتوفيق ان شاء الله.
Thank you.
Thank you.